هكذا كان حال العاصمة اليوم السبت. اختناق مروري وحركة بطيئة للسيارات. السبب حادث انهيار التربة الذي عرفه أمس منعرج بن عكنون على مستوى الطريق السريع الرابط بين زيرالدا والدار البيضاء. وأمام هذه الوضعية تم تجنيد كل الوسائل في سباق حقيقي مع الزمن لإعادة تصليح وصيانة الطريق. الحمد لله الآن يعني القناة الثانية تم غلقها، بقت بعض المياه المتدفقة القليلة، وسوف نشرع في يعني الردم حاليا، سوف نشرع في الردم مع يعني الحجارة التقنيات المعمول بها لي يعني الدريناج ديزو، ثم نوضع طبقات من يعني الحصى مع خليط من الإسمنت مع امبيطوناج دي كوليكتور، ثم نطلع يعني طبقة بطبقة حتى الطبقة النهائية اللي هي الزفت والخرسانة الزفتية على كل حال. إن شاء الله إذا كان كل فات على ما يرام في الغد إن شاء الله تكون مفتوحة بإذن الله. وفي السياق ذاته اعتمد القائمون على قطاع الموارد المائية حلولا جذرية بتحويل مسار قنوات تصريف المياه المستعملة ومياه الأمطار عن اتجاه الطريق السريع. من جهة بن عكنون القناة الرئيسية راح نحولوها لممر آخر، وكذلك على مستوى طريق رقم 36 نحولوا القناة الرئيسية بحيث ما يبقاش قناة تاع مياه الأمطار أو مياه المستعملة اللي تقطع الطريق السيارة. المشهد خلف اليوم تبعات انعكست على مستعملي الطريق مباشرة، فانسداد في حركة المرور وإرهاق للمواطنين. راهي مغلوقة كاع الطريق، واش تحبني نقول لك يا اللي عنده شغل ما يفرحش اليوم يريح لهنايا في الطريق. أنا مباصين هنايا. راني مانيش نسكن هنا، على كل حال جيت لعند نساب يعني حصلت. ما من تسأل المرجع عمرك البنات هذو اللي معايا ديمارينا على 10 ودركا 12 ونص. درنا مسالك ثانوية اللي تتمثل في طريق ملعب 5 جويلية عين الله كذلك اتجاه بن عكنون لتسهيل العبء الحركة المرورية من جراء هذا الحادث. الحادث وإن كان في توقيت مفاجئ ومكان استراتيجي في أحد الشرايين الرئيسية للمرور في العاصمة، فإن العبرة الآن هي العمل على أن لا يتكرر مثل هذا الحادث مهما كانت المبررات والأسباب مستقبلا.